أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو الخميس 23 نوفمبر 2023، يوم حاشد الحقيقة وتأكيد مصري جديد على الحقيقة زخم الموقف المصري رسميا وشعبيا. واستاد القاهرة يحتضن يعني حشد كبير جدا من مختلف الأطياف بحضور لافت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، ناهيك عن الاتصالات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي أثمرت عن هدنة إنسانية يمكن إدخال المعونات من خلالها ودعم أهلنا في غزة. طيب، يبقى دي أبرز وأهم العناوين والمنشتات اللي هنتناول جزء بالتحليل منها في حلقة اليوم. زي ما قلت لحضراتكم، هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد في استاد القاهرة اللي هو تحيا مصر وفلسطين بحضور لافت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأتي تأكيدا ومجددا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والبحث عن أفق وحل سياسي. الأمر الحقيقة والاتصالات المصرية بمشاركة قطرية أمريكية أثمر عن الوصول إلى هدنة، كما تابعنا الأمر الذي حدا بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتصال بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشكره على دور مصر في هذه الهدنة وفي كل الجهود الرامية إلى حل سلمي وإنهاء الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة. خلوني أروح للكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أكرم القصاص هاتفيا. مساء الخير يا أستاذ أكرم. أهلا مساء النور. تأذن لي أقف مع حضرتك يعني وقفتين إن صح التعبير. الوقفة الأولى تقييم حضرتك لكل الجهود المصرية وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولا إلى هذه الهدنة، ثم اتصال الرئيس الأمريكي به للتأكيد أو للإعراب عن تقديره للدور الرئيس بشكل خاص. هذا أولا. طبعا أصدق. ثانيا هنتكلم عن تحيا مصر طبعا وفلسطين، لكن بعد ما اسمع حضرتك تفضل. طبعا الهدنة الحقيقة كانت نتاج جهد كبير على مدى 8 أسابيع تقريبا، وبالذات في الأوقات الأيام الأخيرة تم تكثيف الاتصالات والقنوات المختلفة، ودايما بنشير إلى أنه ما يظهر من هي النتائج أو قمة جبل الجليد والتفاصيل كثيرة. الحقيقة الدولة المصرية بذلت جهود من خلال مؤسسات دبلوماسية سياسية أمنية مع كافة الأطراف، زيارات مختلفة، لقاءات، صلات مع كل دول العالم. أعتقد أنه نجحت في أنه هذه الهدنة اللي كلا الطرفين بيراها مناسبة وتم قبولها لتبادل المحتجزين هي مقدمة ربما في حال نجاحها والتفاصيل الأخرى والصفقات الأخرى قد تقود إلى إنهاء هذا العدوان اللي لم يسفر عن نتائج سوى قتل عدد كبير، يعني استشهاد عدد كبير من المدنيين أغلبهم من الأطفال. يعني مصر أعتقد أنه كانت واضحة من خلال منذ البداية، الرئيس عبد الفتاح السيسي شرح القضية بشكل واضح للأطراف المختلفة برفض مصر للتصفية للتهجير، لأنه الاستقرار لن يتحقق لكل الأطراف من دون حل للقضية الفلسطينية ينتهي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. فالواقع أنه بالرغم من أنه قد تبدو هذه الأمور بعيدة كانت وقتها، لكنها بتفرض نفسها كل يوم. نتنياهو وحكومته المتطرفة بيمثلوا الطيارات الأكثر تطرفا اللي عجزت في الحقيقة عن تحقيق الأمن لإسرائيل، وفي نفس الوقت أسقطت عدد كبير جدا من المدنيين. وبالتالي فالفكرة نفسها، فكرة نتنياهو أو حكومته، أصبحت في خبر يعني في من الماضي. لكن نتنياهو بالتأكيد بيمثل طيار قد يكون فشل في انه في التهجير او تصفيه القضيه الفلسطينيه، ووصل في النهايه الى هدنه متبادله يتم فيها تبادل المحتجزين بين الاطراف. الدوله المصريه بتوظف خبراتها، يعني هي الاكثر ادراكا والاكثر امتلاكا لمفاتيح وخبرات متراكمه الحقيقه في الحرب وفي السلام وفي التواصل الحقيقه. صحيح. وبالرغم من وجود وجهه نظر واضحه وحاسمه تختلف مع وجهة النظر الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية، لكن الحقيقة ودعم للقضية الفلسطينية، لكن الحقيقة برضو مصر بتحظى بدرجة من الثقة من كل الأطراف مكنت من إنها من خلال التواصل مع الجهات الأمريكية. عظيم. والأجهزة المختلفة وقطر ودول مختلفة الوصول إلى هذه الهدنة كمقدمة للحل إن شاء الله والدولة الفلسطينية.
ونفس الشيء الحقيقه انه الدوله المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسم جدا رفض التسفيره رفض التهجير، وفي نفس الوقت خطوط حمراء في الامن القومي المصري، والاهم هو انه لن تستقر هذه المنطقه دون الوصول الى حل للقضيه الفلسطينيه اللي اصبحت النهارده في الواجهه بالرغم من انه لا يزال طبعا العدوان مستمر. هو الراي العام العالمي الحقيقه كله مساند لوجهه نظر الشعب الفلسطيني. استاذ اكرم، مصر اكبر الدول الحريصه ايضا على ادخال مساعدات او توفير مساعدات رغم الظروف الاقتصاديه لاهلنا في غزه. اليوم يعني هذا الحضور الهائل والحاشد في استاد القاهره من مختلف اطياف الشعب المصري بحضور لافت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا المؤتمر تحيا مصر وفلسطين تاكيدا على الدعم المصري وانه مصر لن تتراجع عن دعم القضية الفلسطينية. بالتأكيد، يعني هو الحقيقة حتى منذ البداية منذ ذات العدوان والشعب المصري كان بيساند الدولة بشكل كبير، مع اكتشافه لحجم التحديات اللي سواء واجهتها أو التي واجهتها في هذه الأزمة الصعبة جدا التي هددت وما تزال باتساع النزاع في الإقليم، وبذلت جهود كبيرة مصر لإدخال مساعدات، والمساعدات المصرية بالرغم من الأزمة الاقتصادية في الشعب المصري، لكن لم يتوانى الشعب المصري عن تقديم كل يعني تقريبا ثلثين المساعدات العالمية طلعت من مصر لغزة، والضغط كمان في استمرار فتح معبر رفح من الجهة المصرية لم يغلق، وفي نفس الوقت الضغط في مضاعفة المساعدات، يعني يمكن الهدنة دي تسمح بأنه تصل المساعدات بكميات كبيرة ومناسبة بالذات الوقود والغذاء والتفاصيل المختلفة والمساعدات الطبية إلى كل مكان في غزة، بجانب أنه بيدي فرصة للتحرك بالنسبة للمدنيين في غزة خلال الأيام القادمة، وربما تكون مقدمة لإنهاء هذا العدوان والانخراط في سياقات مختلفة قد تنهي هذه الأزمة بشكل أكبر. صحيح. فاللي بيحصل النهاردة يعني تأكيد لتضامن الشعب المصري، يعني الموقف الرسمي والموقف الشعب المصري داعم للقدم. منظر مشرف الحقيقه. يمكن حضرتك بتكلمنا دلوقتي واحنا معانا دايما بث مباشر من استاد القاهره ومن الحضور اللافت، حاجه يعني تؤكد انه هذا الشعب سيبقى شعب عظيم يعني خلف قيادته للدفاع عن قضايا امته. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. احنا مع حضراتكم ومع احتفاليه تحيا مصر وفلسطين في استاد القاهره، ومعانا لسه اخبار وكمان حوار مهم جدا ساعود اليكم بعد الفاصل. اي الدوله المصريه من ناحيه الجهود ففي جهود فعاله جدا، وهي من اول ما حصلت الازمه وهي بتحاول جدا عشان خاطر الحرب دي تقف، الاستنزاف ده بيحصل، بنساعد باي حاجه، مصر بتساعد باي حاجه تقدر بيها انها بس تعدي الفتره ديت وتحل الازمه الموجوده من مع الفلسطينيين، وده مش حاجه احنا بنبني مع الفلسطينيين، احنا الحاجه دي واجب علينا، احنا اقصى حاجه نقدر نعملها بنعملها ما متاخرش، وان احنا طبعا يعني هتبقى حوار ان الهدنه ده يتم ان شاء الله، نوقف المزيد من الشهداء اللي كل يوم بيشهدوا من اطفال، لان الموضوع بقى صعب جدا علينا، بقى حاجه بقت صعبه جدا ان انت تشوف كل ساعه اطفال بتستشهد ناس بتتهجر من بيوتها، فاي مجهود بتعمل فيه بتقوم بيه مصر بتقوم بيه اي دوله عربيه يعني صاد ان الهدنه تتم، فده مجهود يشكر عليه، وان شاء الله ان شاء الله نوصل لحل، ان مش هدنه كمان، ان المشكله كلها تتحل. اول حاجه المفروض الدول العربيه كلها تشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعتبر مصر حجر الاساس في الهدنه اللي حصلت ما بين اسرائيل وغزه وحماس. ثاني ايام الدول طبعا المشتركه في الهدنه دي كانت مصر معاها الاولى، معاها دوله قطر الشقيقه والولايات المتحده الامريكيه. نتمنى ان شاء الله الايام الجايه يحصل هدنه، مش هدنه بقى تبقى خلاص نهايه الحرب، بحكم ان الاطفال ماتت والنساء الماتت دي على المفروض العالم كله كان متضامن مع الشعب الفلسطيني. طبعا بنشكر السيد الرئيس وبنشكر وزير الخارجيه على المجهودات اللي بذلت في وقف اطلاق النار، ولكن احنا طبعا نتمنى ان الحرب اصلا ان هي تقف عن اهالينا في غزة، لان ما ينفعش المأساة اللي احنا بنشوفها دي كل يوم على الشاشات، وبنشوف اطفال بتقتل ونساء بتقتل ورجال وكلهم مدنيين ما فيهمش يعني عسكريين ولا حاجة. احنا نتمنى طبعا يبقى فيه هدنة عشان خاطر الدم الفلسطيني والاطفال اللي بتموت كل يوم دي،
اتمنى الجهود للدولة المصرية رئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري. نتمنى وبقى فيه هدنة عشان خاطر الأطفال اللي بتموت دي. مرة أخرى شعبنا المصري الواعي في كل مكان يجعل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياته، كل الدعم للقيادة السياسية في مواقفها الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، إلى حل سلمي لهذه القضية، لإقامة الدولة الفلسطينية، لوقف الاعتداءات، وهذا هو قدر مصر ودور مصر بالتأكيد. خلوني أخذ حضراتكم الخبر مختلف شوية عن الأسبوع العربي الخامس للمياه ولقاء الدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائية والري مع الحقيقة الوزير الكويتي السيد الأستاذ جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت. خلال اللقاء تم بحث مجالات التعاون الحقيقة بين البلدين في معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، وكمان تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول. اللقاء مطول وفي مبادرة مهمة الحقيقة، خلونا نتعرف على تفاصيل هذا اللقاء من السيد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. مساء الخير يا باشمهندس محمد. يعني كلنا أذان صاغية بشأن الجديد في المؤتمر العربي الخامس للمياه وهذا اللقاء المهم الحقيقة بين الدكتور سويلم والوزير الكويتي. المؤتمر طبعا المؤتمر العربي الخامس للمياه بيعتبر فرصة لتلاقي مسؤولي المياه والسادة الوزراء والمتخصصين من الدول العربية لبحث العديد من القضايا المعنية والخاصة بملف المياه في المنطقة العربية، واللي بتعتبر من أكثر المناطق على مستوى العالم اللي بتعاني من الشح المائي. يمكن عدد كبير من الدول العربية بتواجه تحديات مائية، وده أمر بيستلزم المزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف الدول للتعامل مع مثل هذا التحدي. وطبعا ده كان هو المحور الرئيسي للمناقشات اللي جارت بين السيد الدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائيه والري والسادة الوزراء العرب سيد وزير الطاقه بوزير المياه الكويتي، وتم مناقشه التنسيق بين البلدين في العديد من المجالات الخاصه بالمياه. وايضا كان هناك لقاء اخر مع وزير المياه السعودي وتناول ايضا التنسيق بين البلدين. يمكن المحور الرئيسي ان احنا بنتكلم هنا على وجود تحديات متشابهه بين مصر والسعوديه ومصر والكويت فيما يخص الشح ومحدوديه الموارد المائيه. الامر اللي بيدفعنا جميعا للتوسع في مجال تخليه المياه وايضا معالجه مياه الصرف الزراعي والاستفاده منها، وده بسبب محدوديه الموارد المائيه. مصر دائما عندها خبره كبيره في هذا المجال خاصه معالجه مياه الصرف الزراعي زي ما احنا عارفين في محطه بحر البقر ومحطه الحمام. عندنا استعداد دائم لنقل الخبره المصريه اللي اكتسبناها في هذين المشروعين وفي غيرهم من المشروعات الاصغر منهم ننقلها لاشقائنا العرب ونتعاون معاهم في هذا المجال، مجال معالجه الميه وايضا تخليه الميه اللي تعتبر احد المجالات الهامه اللي يمكن العالم كله بيتوجه ليها مستقبلا، وبالذات الدول اللي بتعاني من الشح المائي بتتوسع فيها لمواجهه التحديات المائيه المختلفه. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري على هذه المداخلة الضافية. مستمرون مع حضراتكم، سنعود إليكم بعد هذه الوقفة. هو منذ الصباح الباكر حشود عشرات الآلاف احتشدت في استاد القاهرة لدعم القضية الفلسطينية، تحيا مصر وفلسطين، وحضور لافت للسيد الرئيس. وبالتأكيد هنتابع في قادم الحلقة جانب من هذه الزيارة وهذه المشاركة، لكن خلوني أخذ حضراتكم الخبر النهاردة من وزارة التنمية المحلية اللي كانت حريصة مع وزارة التموين على متابعة الحقيقة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية.
يعني لقاء مهم بين الوزيرين، السيد وزيرة المال المحلية ووزير التموين مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بهدف الرقابة على الأسواق وتوفير كل السلع الغذائية. مؤتمر مهم وعندي تفاصيل كتير عنه، لكن إيه رأيكم لو ناخد هذه التفاصيل مباشرة من السيد دكتور خالد قاسم مساعد وزيرة المال المحلية والمتحدث الرسمي أيضا باسم الوزارة. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. اهلا شريف بيه، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني زي ما حضرتك كده تقدمت بالفعل النهارده في من خلال غرفه العمليات واداره الازمات بوزاره التنميه المحليه بمقر وزاره التنميه المحليه بالعاصمه الاداريه، معالي الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، ومعالي الوزير الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، اجتمعوا مع الساده المحافظين للوقوف على الموقف التنفيذي لمبادره دوله رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الاساسيه، وخاصه زي ما اكد معالي الوزير اللواء هشام امنه حرص الحكومه على تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل أهلنا في المحافظات المصرية وخاصة محدود الدخل، وده تنفيذ التوجيهات سيادة الرئيس، والتأكيد على أنه توافر السلع بالكميات المطلوبة في المعارض والمنافذ والشواذر بمختلف المحافظات، وده بيتم بالفعل بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% إلى 25%، بالإضافة طبعا معنا السلاسل التجارية اللي أعلنت عن توافر السلع اللي تضمنتها المبادرة. وخليني أقول لحضرتك وزي ما أكد مع الوزير منذ انطلاق المبادرة تم إضافة 802 منفذ جديد ليكون إجمالي الشوادر والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة يصل إلى 7100 منفذ، بالإضافة إلى هذا وذاك تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء، واللي بلغ عدد حوالي 3873 حملة، واللي أسفرت عن 8120 محضر مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كذلك الأمر برضو شهد الاجتماع استعراض السادة المحافظين لجهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار، بالإضافة طبعا إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة المتحركة على مستوى المراكز والمدن والأحياء. وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على استمرار متابعة السادة المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة، وكذلك التوجيه لزملائنا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء تواجد الدوري على الأرض لاتخاذ كافة الإجراءات اللي تساهم في إنجاح المبادرة إن شاء الله. شكرا على كل هذه الجهود، وشكرا على مداخلة حضرتك الضافية دكتور خالد قاسم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة ضافية معبرة مهمة جدا، أكدت من جديد ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، التأكيد مجددا على أن مصر لم تغلق من يعني جانبها أبدا معبر رفح، حرصها على إدخال المساعدات، التواصل مع كل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل وقف العدوان. اليوم هذا المؤتمر الحاشد تحيا مصر دعما لفلسطين ولغزة بمشاركة كبيرة جدا لعدد مؤسسات المجتمع المدني وحضور الحقيقة به زخم كبير جدا، عشرات الآلاف من البشر من مختلف المحافظات ومختلف الأطياف. زي ما قلنا لحضراتكم هذا هو الموقف المصري الرسمي والشعبي. عندي خبر لسه في جولتنا الإخبارية صادر عن وزارة التعاون الدولي، وهو خاص بتقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفي، يستعرض جهود التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية لدعم رؤية الدولة في تحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر. حضراتكم عارفين مصر مهتمة جدا بهذا الأمر وبفكرة الاقتصاد الأخضر وتحفيز استثمارات الهيدروجين الأخضر، واستعرض الحقيقة تقرير المتابعة رقم 1 للمنصة الوطنية لبرنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة اللي أطلقته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج. جهود التعاون الحقيقة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وده في ضوء توسع الدولة في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة زي ما قلت لحضراتكم. خلوني أروح للدكتور وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس لنسأله عن أهمية
تحول الهيدروجين الأخضر فكرة المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، التعاون مع الشركاء الإقليميين في هذا الأمر، كلها أسئلة مطروحة يعني. دكتور وحيد مساء الخيرات يا فندم. أهلا مساء الخير حبيبي عليك وعلى ربنا يبارك فيك. بنسعد دايما بوجود حضرتك معنا، وكان لنا لقاء قبل كده تكلمنا عن نفس الموضوع. يعني فكرة هذه المنصة وهذه الجهود المصرية كيف تقيمها كأستاذ علوم بيئية دكتور وحيد؟ والله مصر شغالة كويس جدا فيما يتعلق بمجالات الطاقة الجديدة ومتجددة، وعلى وجه التحديد الهيدروجين الأخضر، لأن المستقبل اللي جاي كله في العالم هيبقى للصناعات الخضراء، وعلى رأسها الطاقة الخضراء المولدة من الهيدروجين. الهيدروجين الأخضر مصر كانت سباقة، لأن نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة فيها حاليا 22% اللي بتستغل جزء كبير جدا منها، وممكن تستغل أكتر في إنتاج هذا الهيدروجين بتحليل المياه باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي خلال 7 سنوات هتتضاعف الكمية دي ل 42%. معنى كده إن إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا لإنتاج كم كبير من الهيدروجين الأخضر ومن الأمونيا الخضراء، وفتح آفاق وأسواق جديدة في أوروبا. أوروبا محتاجة مننا كميات كبيرة جدا من هذا الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على وجه التحديد. دولتين اثنين شبه محتكرين الجزئية دي اللي هم الصين والولايات المتحدة، شبه عندهم اكتفاء ذاتي. أوروبا محتاجة لعام 50 كميات كبيرة جدا. احنا بنأمل في الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر اللي تم إطلاقها وتفعيلها، وكان رئيس مجلس الوزراء على رأس المجموعة اللي أطلقتها في بالأمس، ويتحدثوا عليها وأعلنوا إن في عندنا آمال كبيرة إن إحنا نغطي أكثر من 8% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذا الهيدروجين الأخضر ومصطفاته اللي هتطلع منه، وبالتالي دي هتوفر عندنا أكثر من 100,000 فرصة عمل للشباب، ودي هتبقى فرصة كويسة جدا في خلال 7 سنوات القادمين. إحنا عندنا مصنع دلوقتي في السخنة بينتج بالفعل الأمونيا الخضراء من خلال الهيدروجين الأخضر اللي بيتم إنتاجه وبيتم التصدير، ودي كانت شركة مصرية طبعا، وده الشيء الممتاز جدا ان يعني الشركات المصرية هي اللي بتتبنى الشراكات مع كل الكيانات اللي سيادتك أشرت إليهم في المقدمة من مستثمرين ومؤسسات دولية ومالية مانحة، أو حتى لها رغبة في عملية الاستثمار في داخل مصر في هذا المجال والهيدروجين الأخضر. بيتوقع أن ممكن في خلال عام 24 حوالي 3 مليار دولار يبقى دخلنا السنوي، تصل إلى أكثر من 10 مليار على عام 2030 وتزيد ل 16 مليار. معنى كده أن ده مصدر رائع جدا للاستثمار المستقبلي اللي ممكن يساعد صحيح. مصر في الأزمات الاقتصادية، نجنب الأزمات الاقتصادية اللي موجودة من خلال الاستثمار في هذا المجال. هو أصبح أمر حتمي، ليس رفاهية أو ترف، التوجه إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وأيضا الطاقة الجديدة النظيفة يعني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وحيد إمام، أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس.